واه من القلب 100% خارجه من الداخل. بداياتي مع الموسيقى كانت وانا صغير، بداياتي كانت مع لا كومبوزيسيون لوجيسيال الميكرو وكومبوزي في الموسيقى، وبدات تمشي وتتطور. طورت مشات للتلحين، من بعد مشات للتوزيع، من بعد انتقلت للعزف. دروك راني نعزف شحال من آلة موسيقية اللي تساعدني باش نوزع وباش نلحن. وهذه هي حبة حبة، سافرت احتكيت مع ناس هنا وبرا، وراني نزيد نحتك باش نزيد نطور الحال. أضرار السيارة الغالية عمل فني خارج من القلب وخارج إهداء الأهل تاعي والجوارين تاعي وسكان الولاية كاع، وزعما خارجة لهم كهدية. زعما تنجم تعتبري العمل الأول من نوعه هنا في الولاية اللي خارج من عند شاب وفيه واحد النكهة خاصة. كتبتها، كنت في الدار كتبتها عادي ولحنتها عادي ووزعتها وسجلتها، وما كنتش داير باش انها راح تكون زعما بهذه الصوره. هذه هي بارطاجيتها مع الناس وراها لحقه وراها درك. حاجه واحده اللي نجم نقولها لك انني ما خممتش فيها ياسر، كل حاجه جات وحدها. بما انني قررت انني ندخل في بروجي كيما هذا كل جا وحده، الكلمات زعما كانوا يخرجوا من الداخل، كلمات اللحن توزيع الموسيقى كل حاجه جات وحدها، ما خممتش فيهم وما جا وحدها. داكشي بمجرد انني حسيتها وبغيت ندير حاجه الاضرار، الحاجه لولايتي، حاجه جات وحدها. خممت ندير فيديو كليب، مي لقيتو راح يكلفني بزاف، زعما ما بغيتش ندير حاجه غير هكا تعليه عليه. لقيتها راح تكلفني بزاف وباغي شويه امكانيات، وما كنتش واجد لهم. مع اصلا كنت نقرا لا بيريود اللي خرج فيها اضرار سي غالي، كنت نقراها خارج الولايه، وكنت نجي هنا الاضرار عندي غير وقت نجي نريح فيه الروبوزي. الور هذا الوقت كنت نعمر به تسمى كنت نعمرو هكا نلحن نوزع اللي خدمت فيه اضرار سي غالي. الور ما كانش عندي وقت ولا امكانيات باش انني نركز نخدم كليب اللي يجي على الاقل مع يوازيها في اللي. ان شاء الله مستقبلا ولا ما دام نسميهم تجارب. مي اول عمل زعما رسمي اللي هو هادي اضرارتي الغالية، كانوا عندي اعمال هكا سواء موسيقى سواء اغاني خفيفة سواء تجارب، نسميها تجارب. هذيك التجارب ولدت لي افكار اخرى اللي خلاتني نبني اعمال اخرى. زعما راه كاينين امور اخرى راه ماشي تقيد ولا طور الانجاز ولا مش عارف سميها كيما تبغي. هادو هما اللي ان شاء الله راني راح نركز عليهم وراح نخرجوا للضوء. كاين بما انني اعتبر نفسي مانيش مغني من الدرجه الاولى، اعتبر روحي موسيقي وموزع، عندي مشاركات. انا مين راح نركز على الامور الرسميه كيما المهرجانات وكيما الاوبيرات، عندي اوبيرات خادمهم هنا داخل الولايه وخارج الولايه اللي شاركت بالموسيقى والتوزيع. وكيما اخر عمل فني اللي جيت منه في ورقله، اوبيرا يسموها واحد المجد، راه تعرضت في 5 جويلية. اوبيرا لا باس بها، عمل لا باس به، فيه مخرج وفيه فرق وفيه زعما فيه طاقم مليح، وكان لي الشرف انني نشارك فيه. راني نوجد، راني نطبخ كيما نقولوا، راني في المطبخ، راني خايض راحتي، راني نوزع، راني نلحن. بيان سور راني نركز على امور جديده، نركز على الوان جديده، على اذواق جديده اللي تناسب الناس بالمنطقة تاعنا. والله عندي مشاريع من ناحية من على المستوى المحلي، أعمال فنية وتوزيعات وخطط اللي راها رايحة تحتاج أصوات اللي تنجم تكملها. كاين بزاف مشاريع إن شاء الله، مين راح نذكر منها ان شاء الله راح يكون تكون خدمه مع هدى حموده ان شاء الله مستقبلا، اللي هي راه عندها صيت هنا في المنطقه نتاعنا وفي الذوق المحلي
وراني شايف عندها صوت اللي ينجم يوالم الخدمه هذه، ينجم يوالم التوزيعات ولا الموسيقى هذه. ان شاء الله ان شاء الله نتعامل مع بعض مستقبلا. شو الامل في القدرات تاعك، ودير الحاجه اللي في راسك وتمشى، ما تسمع حتى حاجه. الحاجه تبغيها تمشى فيها وعادي، بكل حريه بكل طلاقه بكل انفتاح، وهذه هي، ما كانت مشكله. رانا نتعاونوا، واللي يسحق اي حاجه الباب راه مفتوح.